السلام عليكم، أنا أستاذ محمد هاشم، بكالوريوس جامعة النهرين هندسة مدنية سنة 2013، ماجستير جامعة بغداد هندسة الطرق والمواصلات سنة 2018. إن شاء الله أخذكم هاي السنة بالنظري بمادة الجيوماتكس اللي اسمها أيضا سيرفينج، هندسة المساحة. في البداية أرحب بكم وأتمنى لكم النجاح والموفقية. مادة الجيوماتكس أو المساحة هي مادة تاخذوها بس بصف ثاني، وذلك لازم تعرفون شلون تشتغلون بالأجهزة المساحية وطرق التعامل مع البيانات اللي تحصلوها. كل أسبوع ناخذ محاضرة وأنزل لكم واجبات تحلوها، وكذلك أسوي لكم كويزات إلكترونية ونجمع الدرجة وتصير السعي، وإن شاء الله كلكم تنجحون. محاضرة اليوم Introduction، تعريفية عن Geomatics أو المساحة. Introduction to Surveying. تعريفه: Surveying is the science and art of determining the relative positions of points above, on, or beneath the earth's surface and locating the points in the field. يعني تعريف المساحة هي علم وفن لحساب مواقع النقاط فوق وعلى وتحت سطح الأرض وتحديد موقع النقاط في الموقع. يعني أول شيء لازم تستخدمون الأجهزة المساحية لحساب إحداثيات النقاط المطلوبة منكم، وكذلك بعدين لازم تعرفون شلون تسوون إسقاط لهذه النقاط على الموقع. هذا مثال تطبيق عملي لاستخدام المساحة. بهذا المثال مثلا عندنا قطعة أرض ونريد نبني عليها مجمع سكني. أول شيء يتم اختيار النقاط لإيجاد المطلوب إيجاد إحداثياتها، يعني النقاط هاي النقاط يعني النقاط زين، والمساح لازم يستخدم الأجهزة المساحية حتى يطلع إحداثيات النقاط. فهاي النقاط بالصورة هي كلها معلومة، ال x وال y وال z، هاي معلومة x y z. وبعد ذلك يتم رسم مخطط كونتوري لل z حتى نقدر نتخيل شكل الأرض الطبيعية، وهاي الخطوط المتصلة هي كلها نفس الارتفاع، هاي خطوط كونتورية. مثلا 34 متر ارتفاع النقطة هي نفس الارتفاع على طول هذا الخط، هاي 34 تستمر 34، أو مثلا هنا 33 يستمر 33، يعني هاي كلها نفس الارتفاع هذا الخط، فهي تمثيل للأرض الطبيعية بعد ما نستخدم أجهزة مساحية. وطبعا هاي بالبرامج ترسم مثل أوتوكاد أو السيرفر حتى تدخلون إحداثيات النقاط، وهو يرسم لكم خطوط الكنتورز. هسه نبدي بالخطوة الثانية، اختيار أماكن الأبنية والطرق. مثلا اختارينا هذا الخط الأحمر، هذا مثلا الخط الأحمر، هذا أي واحد، هذا هو حدود المشروع، هذا هو هذا لهنا حدود المشروع. فرضوا طلبوا من عندنا انه يكون هذا شارع يحيط بالمشروع مثلا، فلازم نعرف ان المكان هذا الشارع حسب النقاط على الارض. يعني احنا مثلا هاي النقطة هنا محددين ونمشي حسب النقاط احنا اللي عندنا، فنعرف نستفاد من النقاط ذني حتى نطلع هذا الخط منسوبة. وبعدين نرسم سكشن، شلون نطلع المنسوب؟ نرسم سكشن مقطع يبين، يعني مقطع يبين الارتفاعات والانخفاضات مثل هذا سكشن للطريق حتى نشوف وين الطريق صاعد، وين نازل، وين صاعد، هناهم نزل، هناهم صعد. زين، هاي يسموها حفر وردم، حتى اذا هنا شو نسوي ردم، وهنا مثلا شوية نحفره حتى شنو يصير خط مستوي حتى يصير الشارع عدل. وطبعا هو بعدين تتعلمون ان شاء الله اكيد يكون شوية ميلان على مود مياه الامطار، فانتوا لازم تعرفون تستخدمون الاجهزة اللي تطلع الارتفاعات مثل جهاز الليفل. هاي طبعا شنو، هاي الخريطة الكونتورية، هاي تمثل الارتفاعات هنا وهنا شو اسمه اللون، كل لون يمثل الارتفاع. يعني مثلا هسه هذا الاخضر كله نفس الارتفاع اللي هو مثلا وش قد هنا مطلعيه مثلا 31 متر، مثلا بعد يا لون هاي النقاط وينها، هذا الاصفر مثلا هنا هيج، وهكذا يعني على اللون تعرفون هذا ايش قد الارتفاع مالته.
فانتو لازم تعرفون تستخدمون الاجهزه اللي تطلع الارتفاعات، مثل جهاز الليفل، هذا جهاز الليفل زين، وهاي المسطره مالته، او جهاز شو اسمه، والمسافات الفيتا اللي تستخدمون الفيتا الليزريه مثلا حتى تقيسون بها المسافه، الزوايا ياهو هذا شو اسمه، هذا يقيس الزوايا، ثرو دي لايت، توتال ستيشن فيستخدم لايجاد الارتفاعات والمسافات والزوايا، يعني ثلاثه هن يطلعهن. الارتفاعات هي تمثل زد، يعني هنا راح يطلع الارتفاع مال هاي النقطه زين، هو عنده معلوم نقطه الارض هنا وهاي الارتفاع هنا مال هاي النقطه، فيستخدم طريقه الليفل حتى يوجد ارتفاع النقطه، واضح؟ والمسافات والزوايا بعدين لما نطلع مثلا عندنا مثلا مسافة وزاوية، فشنو نحولها؟ نحولها إلى اكس واي، فصار عندنا معلوم اكس واي وزت، يعني مسافات والزوايا نحولها إلى اكس واي، إلى اكس واي، والارتفاعات هي تمثل زت. وحاليا العلم اتطور واستخدموا التكنولوجيا بعلم المساحة مثل الجي بي اس وكذلك طائرات الدرون وغيرها لإيجاد إحداثيات النقاط، ولهذا تغير الاسم من سيرفينج اللي هو المساحة إلى جيوماتكس، صار سموه جيوماتكس. هاي طائرة الدرون مكان الأجهزة المساحية، طبعا لها فوائد وهذول لهم فوائد، بعدين نتطرق لها إن شاء الله. هاي الجي بي اس يتصل بالقمر الصناعي، هاي الأقمار الصناعية يتصل بيها حتى يطلع إحداثيات النقطة اللي هي اكس واي وزد. هنا شنو وظيفة مهندس المساحة اللي شرحتها لكم بالمثال، شنو هي تعرفوها؟ انه اولا صنع القرار ويشمل اختيار طريقة العمل المطلوبة والاجهزة اللي يستخدمها ويحدد موقع النقاط، ثانيا يبدي يستخدم الاجهزة للقيام بالقياسات، ما يستخدم الاجهزة حتى يقيس، ثالثا يبدي يعالج هاي النقاط اللي اختارها حسابيا حتى يستفاد من مواقع النقاط بصورة صحيحة، مثلا يحول المسافات والزوايا الى احداثيات اكس واي مثل ما قلت لكم، رابعا يرسم هاي البيانات، يرسمها شلون بالبرنامج مال الاوتوكاد او السيرفر، راح شنو يرسموها للبيانات بمخطط حتى يتخيل شكل الارض كمثال هو خطوط الكنتورز، خامسا شي يسوي يسقط بعض النقاط اللي يستفاد منها بالموقع بشكل صحيح، يعني يعرف اماكن النقاط اللي راح يشتغل عليها، يعني مثلا مو هو بس حسب اكس واي وزد وبعدين ما يعرف من راح للمكتب يشتغل وبعدين يرجع يندل فد نقطة ما يندلها، ما يصير، يعني لازم يعرف شلون يندل النقاط. اكو فئتين او صنفين من المساحة وهي بلين وجيوديتك، بلين وجيوديتك. بلين يعتبر، يعني شنو بلين؟ يعني يعتبر سطح الأرض مستوي، يعني الأرض يعتبرها مستوية، والخط بين النقطتين هو خط مستقيم، ونستخدم به أجهزة القياس البسيطة مثل تيب وثيودولايت. الاستخدامات وين نستخدمها في يعني هاي الطريقة مال بلين في المواقع البناء والطرق والأنفاق، ويكون أقل تكلفة وبسيط العمل ولمساحات صغيرة، مثلا طول قوس لحد 12 كيلومتر يعتبر بلين، إذا أكثر لا يصير جيودتك، أو مساحة لحد 196 كيلومتر مربع أيضا تعتبر بلين، إذا أكثر نعتبرها جيودتك، لأن راح نحمل تأثير تقوس الأرض، وطبعا هذا به خطأ بسيط يمكن إهماله لسهولة حتى يصير العمل سهل، فنهمل هذا الخطأ البسيط، يعني هي الأرض مستحيل مستوية بس إحنا نهملها على هذين الحدود مال الطول والمساحة. جيودتك هنا يدخل تأثير تقوس الأرض، والخط بين نقطتين هو قوس، ونستخدم أجهزة بها تكنولوجيا مثل جي بي اس. الاستخدامات غالبا هو لإيجاد موقع نقاط تفصل بينها مسافات طويلة ومساحة كبيرة، وتكون الدقة عالية، يعني ندخل تأثير تقوس الأرض، يعني هنا هسه مثلا فرضنا بلين، إذا شو اسمه القياس الزوايا المثلث 180، بينما هنا اذا دخلنا تأثير تقوس الارض ما حتكون 180، حتكون اكبر من مثلا من 180، يعني القوس هنا راح يكون تأثير تقوس سطح الارض، هنا لا اعتبرناه خط مستقيم. اكو 7 انواع من المساحة تخص الاعمال المساحية، اولا
الفوتو جرامتري. يعني شنو الفوتو جرامتري؟ هو خرائط تستخدم البيانات اللي نحصلها من الكاميرا أو من المتحسسات في الطائرات أو الأقمار الصناعية. يعني هنا الدرون ياخذ هناك فد متحسس مثلا يبث طبعا الأشعة الليزرية مثلا على فد متحسس، وترجع هاي الأشعة إليه زين، فيعرف هاي مثلا الإحداثيات مال هاي النقطة مثلا. هذا أبسط شيء زين، يعني يعتبر على شكل صورة زين. الباوندري سيرفينج، باوندري يستخدم لإنشاء زوايا الملكية والحدود والمساحات لقطع الأراضي زين. يعني هنا الكورنرز الأركان الحدود هاي مال هاي مثلا قطعة الأرض، فيجي مهندس المساحة يطلع شو اسمه حدود اللي هاي المساحة قطعة الأرض مطلوبة من عنده. ثالثا اللي هي الكنترول سيرفين. كنترول يعني شنو؟ نسوي نقاط معلومة الإحداثيات زين، حتى نستفاد من عندها. يعني مثلا احنا هنا هاي النقطة مثلا معروفة الإحداثيات، هاي معلومة الإحداثيات، هاي كلها نقاط معلومة الإحداثيات، شلون نشر عليها نسوي هذا عليها زين. فش راح يكون نسوي هذا النصب يسموه بنش مارك. هذا البنش مارك من نخليه هنا معلوم هذا الاكس والواي والزد. حتى مثلا افرض هنا نريد نسوي مشروع، فاحنا هنعتمد على هاي النقطة القريبة من عنده زين. ف ايش اسمه نطلع من عنده الاحداثيات مال هذا المشروع بالاعتماد على البنش مارك القريب من عنده. وطبعا ان شاء الله تتعلمون على البنش مارك من نبدي بالليفلنج. رابعا الانجينيرنج سيرفي، نستفاد من هاي بالمباني، يعني توفر نقاط وارتفاعات للمباني مثل مشاريع الهندسة المدنية. يعني نستفاد من عدها بالمشاريع الهندسة المدنية. التوبوغرافيك سيرفي هي تجميع البيانات وتحضير خرائط منها حتى نشوف تضاريس الأرض الطبيعية وكذلك ارتفاعات النقاط لاستخدامات عديدة. هاي التوبوغرافيك يعني نمثل مستوى سطح الأرض. هذا قلت لكم الخط كله نفس الارتفاع، هذا كله، هذا يختلف عنه، كله هذا نفس الارتفاع، هذا كله نفس الارتفاع، وهكذا. رودز سيرفيز تستخدم لمشاريع الهندسة المدنية الطويلة والضيقة مثل الطرق. طريق تعرفون ضيق، ومثلا ايش قد عرض الطريق مثلا، فلنفرض 8 أمتار زين، ف وطوله مثلا فد 10 كيلومتر. فهذا طبعا شنو نستخدم للرود سيرفيز. او مثلا سكك القطار، انابيب المياه، خطوط نقل الكهرباء، هذا انبوب المياه بنستخدم له يسموه الرود سيرفي. هيدروغرافيك سيرفينج، نسوي خريطة للساحل مثلا، خريطة للساحل أو استكشاف التضاريس قاع الأنهار والبحار والمحيطات. هندسة المساحة معروفة على مر التاريخ، ولا ما كان انعجبوا بالآثار القديمة عند المصريين والإغريق والرومان والعصور الوسطى، وتمتد إلى القرون الحديثة الـ18 والـ19 والـ20، حيث كانت تستخدم أدوات بسيطة بالمساحة قديم الزمان، بينما حاليا تستخدم أجهزة متطورة وإلكترونية بالقرن العشرين والـ21. مساهمات الجيوماتكس تفيد مختلف المجالات العلمية مثل ما تشوفون بالأعلى. بالأعلى هي الأجهزة المساهمة، وبالأسفل هم المستخدمين المستفيدين منها. الجيوماتكس تعريفها أسلوب متكامل متعدد التخصصات لاختيار الأجهزة والتقنيات المناسبة لجمع وتخزين ونمذجة وتحليل واسترجاع وعرض وتوزيع المعلومات المكانية الناتجة من عدة مصادر والمحددة الدقة والخصائص في صورة رقمية. هاي تعريفه، يعني هي شنو كأنما مثل علم المساحة بس اتطور، ودخلوا عليه التكنولوجيا. الاسم تحول من سيرفينج إلى جيوماتكس،
في الفترة الأخيرة بالدول اللي لغتها بالإنجليزي مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا، والسبب لتحول الاسم هو دخول التكنولوجيا في علم المساحة، مو مثل الموضحة السابقة. الجيوماتكس يستعمل بهذه العلوم، علم الفلك، الغابات، الجغرافيا، الأرض، فيزياء الأرض، والهندسة المعمارية والمدنية والحربية. هاي بعض من أجهزة وأدوات الجيوماتكس وشرح كل واحد بيهم، تقدرون تشوفوها بالكتاب إن شاء الله. مهندس المساحة أو الجيوماتيك إذا اشتغل بعمل يعني، أما بالموقع فيلد أو بالمكتب أوفيس. بالموقع هو اللي يستخدم الأجهزة ويطلع منها بيانات أو يسقط بيانات بالموقع، وبالمكتب هو يحلل ويعالج هاي البيانات ويرسم منها خرائط ومخططات. 5 أنواع من القياسات هي الزوايا الأفقية، مثل زاوية A O C هاي شو اسمه الزاوية الرئيسية، يسموها altitude هاي يسموها الزاوية الرئيسية، vertical angle هاي vertical angle اللي يسموها altitude. إذا الزاوية الرئيسية نقيسها من الأعلى للأسفل فتسمى zenith مثل اي او سي، بس هاي اي او سي اذا بالعكس نقيسها منها مو من هنا هاي يسموها التيتيود، هاي الفير هاي فير اثنينات انها فيرتيكال انجل، بس هاي التيتيود هاي زينث انجل. زين المسافة الافقية، زين المسافة الافقية مثل او اي و او بي، او اي و او بي هاي مسافة افقية يعني مسافة أفقية. المسافة الرئيسية مثل AC هاي مثلا ارتفاع بناية هاي AC يسموها المسافة الرئيسية. المسافة المائلة سلوب مثل OC هاي مائلة تكون. والهوريزونتال انجل، الهوريزونتال انجل مثل زاوية AOB هاي زاوية شنو هوريزونتال انجل، هاي بعدين ان شاء الله تتعلمون عليهم، بس هسه كفكرة طبعا. وحدات القياس بالمساحة هي الطول والمساحة والزاوية، أما الحجم ما نستخدمه بهاي دراستنا بالكورسات. وحدات النظام العالمي هو SI وهو النظام المتري، النظام الإنجليزي هو US، فيت يستخدم في أمريكا، فيت يعني بالقدم معنى، بما بالنظام العالمي SI يستخدمون المتر وملحقاته، وهنا الفيت وملحقاته. بالمحاضرة القادمة تعرفون على وحدات القياس إن شاء الله. وانت تشتغلون بالأجهزة المساحية مرات يصير خطأ بالقراءات، يعني يصير عندكم خطأ أثناء القياس، فلازم تعرفون أنواع الأخطاء ومصادرها والحد الأقصى لها، يعني إذا عبرت الحد الأقصى الليمت لازم تعيدون الشغل. أكو نوعين من الرصد بالهندسة المساحية، النوع الأول دايركت يعني مباشر، ويستخدم يعني يستخدم الجهاز ويطلع النتيجة اللي يريدها، مثل استخدام التيب لقياس طول خط أو قياس زاوية بالورقة بواسطة المنقلة أو قياس زاوية على الأرض بين نقطتين باستخدام جهاز التوتال ستيشن. النوع الثاني غير مباشر، يعني مثلا شنو غير مباشر؟ يعني مثلا المسافة أي بي، المسافة أي بي عبر النهر ما نقدر نوجدها، فشنو نسوي؟ نفرض نقطة سي، نفرض نقطة سي إضافية، ونوجد المسافة من أي إلى شو اسمه، مسافة من أي إلى سي، مسافة من أي إلى سي، بعدين نطلع الزاوية أي والزاوية سي، فشنو صار؟ 180 ناقص الزاويتين تطلع الزاوية بي، فصار عندنا 3 زوايا معلومة، 3 زوايا معلومة، وعندنا هاي طول الضلع معلوم أي سي، فشنو ايش راح نطلع من عنده؟ نطلع بقانون بالقوانين المثلثات نطلع أي بي. فهاي يسموها طريقة غير مباشرة، يعني معناها وجدنا طول الضلع بطريقة غير مباشرة بالاعتماد على طول الضلع وزوايا قسناها بطرق مباشرة. وهاي إن شاء الله
لما نتقدم بالمادة نعرف شلون نستخدم هاي القوانين المثلثات بالطرق الغير مباشرة. الايرور والميستيكس. الايرور هي اخطاء بالشغل، الميستيك هي اغلاط بالشغل، يعني من تشتغلون حيصير عندكم اغلاط او اخطاء. الايرور شنو الفرق عن شو اسمه؟ الفرق هو الايرور، هسه نقول تعريف اول شيء، الفرق بين قيمة نقيسها ويا قيمتها الصحيحة. يعني مثلا نقيس مسافة بين بنايتين بالفيتة، فاحتمال مجموعة تطلع النتيجة مالتهم 200 متر وربع، وجماعة 200 متر ونص، وجماعة 201 متر، وهكذا. فاحنا ناخذ المعدل الافرج مالته اللي هو مجموع مع عدد القرارات، فمثلا تطلع 200 متر و3 ارباع. فاذا نريد نقول الخطأ مالت القراءة 200 متر وربع مثلا، فيساوي 200 متر وربع ناقص 200 متر و3 ارباع، فمع ذلك فان هاي الترو فاليو اللي طلعناها 200 متر و3 ارباع هي مو غير معلوم ايش قد بالضبط، لان احنا اعتمدنا على قراءات مجموعات، وكل مجموعة طلع عندهم خطأ معين. يعني الاي الايرور يساوي الاكس اللي هي قراءة فد اي مجموعة ناقص قراءة المجموعات، يعني معدل قراءة المجموعات. يعني مثلا 3 قراءات على 3، زين. فاحنا نعتبر هاي ترو فاليو، طبعا هي مو ترو فاليو لان هم ايام بيها، يعني ليش ما ساوت، يعني معناها مو ترو فاليو، بس احنا نقول هاي ترو فاليو، فيطلع الايرور مال هاي المجموعة ايش قد عن الترو فاليو. هاي ان شاء الله هم تتعلمون عليها لان كل جهاز لازم تتعلمون شنو الاخطاء اللي تصير بيه. فلازم كل ما نتقدم بالليفل شنو الاخطاء اللي او الاغلاط، وشنو البليثيودلات شنو الاخطاء والاغلاط. فهاي فكرة اولية، يعني ان شاء الله هتتعرفون انه ماكو شغل ما بيه خطأ او شو اسمه او غلط. الغلط لازم ينعاد. هسه نشوفه. الميستيك تختلف عن الخطأ ويكون سببها اخطاء الشخص اللي يقيس، ولازم الشغل ينعاد مرة اخرى لان الخطأ بيها كبير. مثلا ما يفتهم المطلوب منه بالشغل، او يكون مهمل بالشغل التعب وينقل المعلومة خطأ. مثلا يريد يكتب 91 متر ويكتب 19 متر، او ما عنده خبرة وينطق قرارات مستعجلة خاطئة بوقت اتخاذ القرار، معناها المستيك لازم يعيد الشغل. الايرور يشوف النسبة الليمت، هل هي مقبولة ضمن الحدود يمشي الشغل، اذا مو اذا عابرة الليمت لا لازم هم يعيد الشغل. وطبعا اذا الايرور ضمن الليمت لازم يوزعه على كل النقاط حتى تتساوى. بس ان شاء الله هم تتعلموها بعدين. مصادر الإيراز: أخطاء نتيجة الظروف الطبيعية مثل الرياح أو اختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة وغيرها. مثلا إذا صارت رياح فتشوفون الفيتا ما تصير عدلة تقيسون بيها، أو تتحرك مسطرة جهاز الليفل، يعني ما تقدرون تسيطرون عليها، الرياح قوية. ثانيا أخطاء من الجهاز نفسه، مثلا الفيتا اللي تقيسون بيها مصنوع طولها مو صحيح، فتشوفون أكثر الأجهزة العملية بالمختبرات يسوولها سنويا كاليبريشن، يعني معايرة، حتى يشوفون ايش قد نسبة الخطأ بيها. ثالثا أخطاء من الشخص اللي يستخدم جهاز، مثلا انت تقرا ارتفاع نقطة بجهاز الليفل 1.34 متر بينما هي 1.34 متر ونص، او الشخص اللي لازم مسطرة الليفل ما لازمها عدل، فيصير خطأ بسيط. انواع الاخطاء: راندوم اند سيستماتيك. الراندوم عشوائية، مثلا انت تقيس بالفيتا طول الغرفة كل مرة تطلع قراءة شكل. ان السيستماتيك مثلا انت قست قراءة وطلع بيها خطأ عن القيمة الترو، وكل ما تعيد التجربة يطلع نفس قيمة الخطأ، فيسموها سيستماتيك. فتختلف عن الراندوم. الراندوم لا، كل مرة تطلع شكل الخطأ، يطلع كل مرة شكل، بينما هنا هو صح خطأ نعرفه احنا خطأ، بس كل مرة نعيد التجربة يطلع نفس الخطأ. ال precision and accuracy. ال precision اللي هو اتقان العمل، وال accuracy الدقة، ولكن يوجد فرق بينهم. كمثال، مجموعة قاست ارتفاع نقطة، وكل شخص طلع قراءة قريبة على الثاني، فتكون هاي القراءات بها precise. وإذا كانت هذه القراءة جميعا قريبة من القيمة الصحيحة للارتفاع فتكون accurate، وكما موضح بالشكل.
نانا هاي هسه هاي بريسايز اكيوريت. بريسايز ليش؟ يعني بريسايز يعني قريب شو اسمه، قريبة على الثانية، كل قراءة قريبة على الثانية فيسموها بريسايز. هاي شنو بريسايز؟ ليش يعني كلكم طلعتوا يعني كل المجموعة لما تشوف بالجهاز طلعت كلها نفس القريب، واحد قريب عن الثاني فيتكون بريسايز. الاكيوريت لا، الاكيوريت يعني لازم تكون قريبة من شو اسمه من القراءة الصحيحة. مثلا هنا هاي فلنفرض الصفرة هي القراءة الصحيحة، تشوفون هاي بالقراءة الصحيحة اكيوريت، او هنا هم اكيوريت. هنا قلنا بريسايز بس نوت اكيوريت، هنا ام بريسايز وان اكيوريت، يعني اثنيناتهم لا. واضح؟ وان شاء الله اذا عندكم سؤال قولوا عليه بالمحاضرة العملية اشرح لكم ان شاء الله اي سؤال عندكم. وهاي طبعا المحاضرة بس تفتهموها بدون حفظ، بس تفهمون هاي المصطلحات اللي قلتها، مثلا شنو الفرق بين البريسيشن والاكيورسي، السيستماتيك والراندوم، يعني هاي لازم تعرفون شنو الفرق بيناتهم. بعض يعني المصطلحات لازم تعرفوها وتفتهموها هاي المحاضرة حتى تفيدكم للكورس كله، يعني تعرفون شلون تطلعون شنو شلون من شوفتكم اجهزه صور الاجهزه وعلمتكم على شو اسمه شلون تطلعون مثلا تفرضون شلون تطلعون سكشن للشارع، هاي كلها حتى تعرفون انه شنو فائده، او قلت لكم تستخدمون بعدين برامج يرسم لكم هاي النقاط ولازم تطلعون اكس واي زد. فهاي ان شاء الله تساعدكم معلومات للكورس كله.